العناوين بيرجنيس تنتج على وقع جريمة بشعة رضيعة في ربيعها الثاني تغتصب من طرف خالها تغتصب آية وجسدها الصغير لم يتحمل بشاعة الجر أصيبت بنزيف دموي فارقت الحياة على الفور في بيت جدتها حيث وقع الحادث الخال وهو الآن رهن الاعتقال اعترف بما نسب إليه حتى الأحمد وعثمان مواد من جيش هذا الصباح جيران مصدومون من هول فاجعة الاتساق حدث هذا يوم السبت الماضي في الطابق الأول من هذه العمارة حيث تعيش جدة هنا اغتصبت آية وبوحشية من قبل الخال الجاني راهو من مدينة أزمور قطني الله 16 في مدينة فيرجيد ارتكب الجريمة اللي هزت الرأي العام ويعني كندوها ندو لهذا الفعل الإجرامي اللي بنت ما كتزاولش جوج سنتين و 16 أشهر كان صغير ورا هذه كتلعب مع الوليدات الصغار وهذا ما حنا ما بغيناش غير يوقع لها هكا ولكن خصو هو يتعاقب وانما هادشي عنده ظروف ديالو هادشي ديال الفانيد وحبوب مهلويس هادشي هو المشكل اللي واقع الانسان ملي كيتخدر صافي ما كيبقاش عاقل على راسو سعيدة السنة أم الضحية تبلغ من العمر 31 سنة تعيش حياة معقدة وممزقة كذلك بعد استضافتها من قبل العائلة في البيت حدث ما لم يكن في الحسبان جيتا ملي انت حاشاك غنمشي للتواليت لقيت بنتي ما كاينش حدايا داها من حدايا وداها البيت اغتصبها وقتلها وبنات اختي بقاو حيين حداه لا مت راه هادشي اللي غيديني شي انا قلت بنتي ما بقاش فيا ورقات فيا الشمت ديال بنتي اللي شمتني وداها من حدايا عدى عامين وقبل هذه 27 عام أقرب المقربين لآية الخال وبعد القيام بفعلته اختفى عن الأنظار لكن المصالح الأمنية لمدينة بيرجيد قامت بعملية تفتيش إلى أن تم القبض على الجن حالة آية طرحت أكثر من سؤال هل الأمر هنا يتعلق بشذوذ جنسي أم بعمل انتقامي عمرنا ما طشنا شي حالة بحال هذه اش غادي نقول بأن الحملات التحسيسية قمنا بها والمجتمع المدني حتى هو كلشي قام بالحملات التحسيسية ولكن لقينا بان الحملات التحسيسية ما كافياش لقينا بان الافة وباء ماشي افة وباء غادي تتفاقم وصلنا للرضع دابا الرضع في قلب الدار النزيف الدموي الحاد الذي تعرضت له آية ادى الى وفاتها بعين المثل حيث تم نقلها الى مستودع الاموات بالجديدة فيما الشرطة القضائية تعمق البحث مع الجانب